نصيحة اليوم، ما عمرك تعطي فرصة ثانية لشي واحد غدار، فرصة ثانية ما كتعطاش للغدارين والغدارات. كنهضر سواء كان راجل راجلك ولا صديقتك ولا شي حد من المعرفة. الانسان دابا انت في نظرك واحد الانسان غايط عنك في ظهرك، ولا واحد الانسان كيحفر من مورا ظهرك في نظرك، غتحس ليه وغيطلب منك السماحة، غتسمحي له ما غيرجعش يدير نفس الشيء؟ ما عمرك تبيني الظرافة والطيبة والحنية ديال قلبك للناس؟ كل ما عرفوك ظريفة وحنينة وطيبة، كل ما زادوا غلطوا معاك، غيقولوا هذه غنغلطوا معاها، غتسمح كنغلطوا وكتسمح كنغلطوا وكتسمح الى اخره. ولكن ما ترتكبوش هذا الغلط، هذا الغلط هذا اللي خطأ في حياتنا، يقود علينا يخرج من حياتنا، الله يسهل عليه. ما نعطوش فرصة ثانية للناس نيجاتيف في حياتنا، ناس نيجاتيف اللي ما كيجيبوا للناس شي حاجة زوينة غير نيجاتيف. الا عطيت لك فرصة ليك انت وفرصة ليك انتي وليهم ولهما وهي وهو، راه صافي غنولي انا جفاف يمسحون في رجليهم. فهمتوا دابا المقصود؟ انا خلقني الله سبحانه وتعالى، انا عارفه بلي بزاف ديال المرات كنكونوا محتاجين يكونوا عندنا اصدقاء، كتكوني محتاجة يكون عندك حبيب اللي بغيت اللي تنوضي في الصباح تلقايه حداك، تلقايه مبتسم قدامك، صباح الخير حبيبتي، تفطري انت وياه، تخرجي انت وياه، يكون عندك صحاباتك اللي تثقي فيهم، صديقتك اللي تعيط لها تقول لها حبي يلا نخرجوا نتغداو نمشيو هنا يلا نكون معصبه نعاود ليها. انا عارفه بلي هادشي هذا كنبغيوه يكون في حياتنا، مي الا ما كانش في حياتنا فخير اننا نبقاو بوحدنا، ولا يكونوا معنا ناس نيجاتيف، ناس قبيحه، ناس اللي ما كتبغيناش، ناس اللي كتكرهنا. انا عارفه شنو هي الحلاوه ديال ان يكون عندك شي واحد صديق وافي، ولا صديقه وفيه، ولا حبيب وافي، ولا حبيبتي يبغيك. انا عارفه شنو هي الحلاوه اللي كتحسي بها فاش كتكوني كتعيشي هادشي هذا. يعني الخلاصه من نصيحه اليوم هي لا لفرصه ثانيه. بغيتي فرصه ثانيه اختي ولا خويا، سير شوف شكون اللي يعطيها لك. انا ما كنعطيش فرصه ثانيه، اللي غدرني مره يغدرني نيا، وهذا ما كان خير ندير في داري.